مقابلة متاع اليوم ماهيش مقابلة متاع لعب، مقابلة ضد فريق يلعب على تفادي النزول، احنا نلعب ونحب ونتلاساو دزيام ونمشيو للشامبيون ليغ. الحمد لله عرفنا كيفاش نخرجوا بنتيجة إيجابية. اللي بالفائدة احنا عندنا 3 شهور توا، انا شوي لا 3 موا اللي طلبوه مني حققته الحمد لله، اللي وهي كأس الكاف، المشين للشامبيون ليغ العام الجاي. العام الجاي ظل الفريق الوحيد في إفريقيا اللي أبرتير من أوت، نجم نقول لك الوحيد الفريق في إفريقيا اللي باش يلعب على كل الواجهات. الرجاء باش تلعب السنة الجاية على البطولة، باش تلعب على كأس العرش، باش تلعب على الشامبيون ليغ، باش تلعب الكوب داراب، باش تلعب سوبر كوب. نهنيهم وأنه تدخل في التاريخ شيء هذايا، والحمد لله لعبنا برشا ملعبية صغار 3 شهور الأخرانين. كما قلت لك اللي طلبوه مني عملته، ونتمنى ديما وأن الرجاء، رغم أن جيت في فترة صعيبة وصعيبة وصعيبة ياسر، رغم المشاكل الموجودة، لكن تحملت كل شيء وعرفت كيفاش نجاري المقابلات ونجاري الرحلات، والحمد لله نجم نقول لك أنا في الرجاء فهم ملعبية اللي ولادها واللي مش ولادها بريمو رجال، وخدموا معايا حتى الأخر دقيقة.